الزمالك فاز الحمد لله، الزمالك فاز وده اللي يهمنا الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. ده اللي يهمنا. ماتش صعب قوي وادي دجله يعني كده ممكن تقول انه هبط. هبط بقى الدكتور ولا يروح. ربنا كرمنا وعايز يكرمنا ان شاء الله في ماتش الطلائع. اه والله يا رب. انتهت المباراة. انتهت المباراة 0-0. الحمد لله. بقى 4. انتهت المباراة. مبروك مبروك ألف ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك انتهت المباراة. كده نفرح ونرقص ونغني. مبروك يا زملكاوية ألف مليون مليون مبروك. انتهت مباراة الأهلي. انتهت مباراة الأهلي بالتعادل السلبي. فريق رجولة. طلع الجيش. فريق رجولة. جون جون ولا أروع. حارس مرمى ولا أروع. وكانوا الأحق بالثلاث نقاط. لولا بصراحة الشناوي. الشناوي شال بلاوي. مبروك مبروك مليار مبروك. ووش الأهلاوية اللي دخل على الدوري النهارده حلو وزي العسل. الآن 4 نقاط يبقى لنا. الحمد لله الحمد لله. مش هنعتبر باللقب دلوقتي خالص خالص غير. أيوه أيوه. لا 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 الاهلي مين هيقابل المرحله القادمه؟ مش مشاكل مش مهم مين. انا فرحان الزمالك. لا 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 اتوقع انه ايضا بيخسر. جولت معانا. أيوة جولت معانا ممكن يقول لنا والكابتن حمدي والاستاذ محمد. انا بشوف انا معي الجدول. قول لنا انت تعليقك على المباراه. المباراه اداء سيء جدا 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 جدا. فريق دجلة فنيا وبدنيا سيء. عادي يتكلم هذا؟ لا تفضل. لا تفضل المايك مع الاستاذ عادل اميري وسلطان محمد. تفضل. فريق دجلة وادي دجلة فريق ضعيف فنيا وبدنيا، لكن ما يعني انا عارف كمية الضغط الهائل النفسي والذهني على لاعبي نادي الزمالك. كان باستطاع انهم يحققوا اكثر من هدف، لكن التفكير العميق في هذا الضغط الهائل من كل مكان من كل مكان، من الاهلي كمنافس داخل الملعب، من الاعلام كمنافس، من اصحاب الفتن كمنافسين له، من اصحاب الاشاعات. لكن ذلك خبرة اللاعبين مثل طارق حامد، مثل عبد الغني، مثل محمود عبد العلاء. محمود علاء اللي اليوم وجوده كان مهم جدا للعلم. فالحمد لله الحمد لله 3 نقاط مهمة جدا، والفارق اصبح الان 4 نقاط. وباذن الله تعالى بعد جولتين او حتى جولة من الان راح نفرح بطولة الدوري باذن الله تعالى ان شاء الله. مين افضل لاعب اليوم؟ مروان حمدي. انا اليوم فنيا مروان حمدي ادى مباراه جميله. للعلم راح يلعب اقاطعك، راح يلعب مع المصري مباراه قويه. راح يلعب مع المصري مباراه قويه ايضا. فان شاء الله ان شاء الله من الاسبوع القادم نحتفل ان شاء الله بالدوري مع صفاره النهايه ان شاء الله. كل ما يهمنا الزمالك يستمر. حد يشوف كارتيرون ده يشوف تفكيره. استاذ محمد فاضل اهلا بيك. الحمد لله. وانا قلت لك احنا نكسب ملناش دعوه بحد. صح. بس انا كنت مركز معاهم النهارده. مهم مهم. ايوه كنت مركز مع طلائع الجيش النهارده. انا كنت غايب دخلت بعد 5 دقايق جيت جوه. مبروك يا اهلا زملكاويه الف مبروك. انا ركزت مع طلائع الجيش. فريق راقي، فريق محترم، فريق اكثر من رائع. يعني نقول ايه نقول ايه ما دفعوش كويس. الناس اللي بيفوتوا يحترموا نفسهم، لان بقت مكشوفه قوي ان مدربين الاهلي هم اللي بيفوتوا. ما هو مش معقول 4 وبعدين 0 وبعدين 4 وبعدين 0 يبقى باينه قوي يعني. عيب يعني. ولا يا راكز جودت حتى ظلام الدين ما ساعدهمش النهارده. هيعمل ايه الراجل اذا كان فريق تعبان؟ السلام عليكم استاذ محمد. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. عايزين زغروطه. عايزين مين يبعت لنا زغروطه على الخاص؟ احنا مش قلنا نكسب ومالناش دعوه؟ بس ربنا بيدينا كمان. طبعا احنا قلنا نكسب وتيجي لنا الفرحه من مكان ثاني برضه.
برضو احنا هنقبل نرفض الهديه. الف مبروك يا زملكاويه، الف مبروك. الحسابات ايه يا استاذ جوده الماتشات الجايه؟ الحسابات واضحه، الزمالك قدامه ثلاث فرق، يعني انا بعتقد ان الانتاج برضو زي وادي دجله تقريبا استسلم. سيراميكا والبنك يعني المفروض ما نبصش لاي نتيجه للفريق المنافس، احنا بناخد التسعة بونت والسلام عليكم. الاستاذه تريز بعت لكم هديه، نسمعها؟ طبعا. مبروك يا زملكاوي، هدية من ماما تريز. ان شاء الله هنحسم الدوري قبل نهاية اللقب. اللي عايزين تدخل معانا عبر زوم اهلا وسهلا، بس يدخل زوم ويكتب لي، ما يكتبليش قبل ما يدخل زوم. كابتن حمدي عمال يكتب لي ان هو في زوم بس ما دخلش زوم. ادخل واكتب لي عشان ايه ما اسيبش البث وراحة تاني مستني في زوم. ادخل زوم واكتب لي. استاذ طلعت اي حد عايز يدخل اهلا وسهلا بكم، بنرحب باي حد اهلاوي وشهم وش الخير والسعاده على الزمالك، ما بعمل لهمش طرد وبسيبهم زي ما هم عايزين. بس احلى حاجه ان هم سايبين ماتشهم وعاملين عندنا يقول لك ايه الاهلي جاب جول، الاهلي جاب جول في اخر ثانيه، الاهلي جاب جول في مش عارف الدقيقه كام. اريان هم لما يكتبوا عندنا ان الاهلي جاب جول يبقى الاهلي هيجيب جول. تفكير سيء. الزمالك ان شاء الله هو بطل الدوري واللقب زملكاوي. بس هم وشهم حلو علينا يعني بسيبهم. خليهم دايما بنسيبهم. كلهم يجيبوا اصحابهم كمان معاهم. معرفش ليه بيسيبوا ماتشات الاهلي وبيركزوا معانا. بس والله كويس. والله احلى حاجه. سنان المباراه ايه رايك فيه؟ انت زي ما قال كمان اخينا العمير وكمان كابتن حمدي، هي بالفعل مباراة أعصاب أكثر، لأن الزمالك يعني صحيح إنه كان مسيطر على الملعب 60 40، لكن الضغط العصبي على ما يبدو والتسرع في تسجيل هدف اللي يريح الأعصاب كان سبب، والهدف اللي شوي جه متأخر برضه زاد من الضغط عليهم، لكن بالتالي الغاية تبرر الوسيلة، الوسيلة تبرر الغاية، الهدف هو إنه نفوز، مش مهم الاداء، انا اقبل كمان 1-0 في المباراه القادمه، ما يهمنيش الاداء. بس انا لو سمحت انا شفت الشوط الثاني، يعني ما فيش حاجه على الزمالك خالص. لا ما فيش. يعني المباراه في ايديهم، يعني ما فيهاش مشكله اعتقد. انا ما شفتش الشوط الاولاني، بس الشوط الثاني اللي انا شفته من الدقيقه 50 تقريبا ما فيش حاجه على ابو جبل، يعني ابو جبل ما عرقش يعني. وهو الشوط الاول الخطا الوحيد اللي كان بين عبد الغني وعلاء هو اللي سبب المشكله على الزمالك، غيره ما فيش كان اي حاجه. طب عايز اقول رايي، مش عارف تتفقوا معايا ولا لا، الاستاذ جوده طوده والاستاذ محمد فاضل والكابتن حمدي شرف. فرحتي بطلائع الجيش النهارده تفوق فرحتي بالزمالك. ليه؟ لان دايما بقول ارساخ القيم، فريق عنده قيم اقلاق، حارس مرمى والله يلعب منتخب مصر. اللي يعني يا ريت بتشوفوا الماتش مره تانية، حارس مرمى يلعب منتخب مصر، اخلاق ورجوله والنادي ما بيفوتش. تتفقوا معايا ولا ما تتفقوش؟ لا انا ابصم معاك 100%. الواحد يموت راجل من الفرق المحترمه جدا في الدوري المصري، وعبد الحميد بسيوني مدرب كبير. عبد الحميد بسيوني مدرب كبير ومعاه واحد عمل معاه لعيبه هايله، بس طبعا اكيد حاولوا معاهم ان هم اكيد، بس اداء راقي. انا كنت مركز معاهم اداء راقي ويستحقوا الثلاث نقاط بجد، لولا الشناوي. انا ما بحبش الشناوي، لولا الشناوي. الكره الاخيره دي هدف، كذا كوره من دقيقه 84 هم مسيطرين، بس الله هو العدل على راي الاستاذ عزيز رمضان. خليكم معايا يا استاذ اساتذتنا في الوسيله التحليلي. عايز ارحب بكل الاخوه الموجودين معانا، استاذ ابراهيم، محمد، اخويا الديب، استاذ وهيب، استاذ يحيى، استاذ عبد الله. مبروك كلكم طبعا، الف مبروك، تستحقوا الفرحه الكبيره. استاذه تغريد، نسيم البحر، كلهم وشهم حلو، الناس الجميله اللي معانا النهارده، ماما زوزو، ابراهيم مناجي، استاذ حنان ابراهيم، استاذ عمرو وحيد، نسيم البحر حاجه رائعه، استاذ حنان عوض دعواتها الكبيره، استاذ ايمان حجازي، استاذ حسام الزركاوي،
استاذ راشد، احمد عبد الحميد بيك، منور يا غالي، استاذ ريم، كريم محمد، كريم محمد، شحاته، السيد عوده، ماجد انس، ابراهيم مناجي، ماجد الزملكاويه، محمد الشبراوي، ايمن بيك، ماما نجات، سمير شاهين، حمد القليوبي، ابراهيم عشماوي، استاذ اشرف، استاذ رضا، استاذ حسام، استاذ منصور، ام هيثم، احمد محمد، مبروك يا اجمل ناس في الكون، الحمد لله على السلامة دي، وهيب الصقر، ايمان حجازي، استاذ حامد، استاذ احمد عبد الحميد، استاذ احمد القزاز، اجمل زملكاويه في الكون، منورين ومشرفين، شازل، اهلا وسهلا، حسام بك، استاذ جمال نور، استاذ امين، استاذ سيمان، اهلا وسهلا، استاذ محمد، استاذ كريم، استاذ ايهاب، استاذ ابراهيم مناجي، استاذ عبد الغفور، استاذ محسن، منى بدر، استاذه كاميليا، الزملكاوي، محمد شحاته، حسام يوسف، ابو محمد، جنه الخلد، الف الف مبروك، بشير سيد، هرجع تاني واتكلم مع حضراتكم، لكن من قلبي بهدي الفوز بتاع الزمالك وتعادل طلائع الجيش لشخصيه قياديه كبيره في قناه الجريء تي في، كانت تجري عمليه جراحيه خطيره اليوم، والحمد لله تم الشفاء والحمد لله اطمنا، مش هقول الاسم طبعا احتراما للخصوصيه، ولكن دعوات كل الزملكاويه ان هذه الشخصيه الكبيره تكون معانا في اقرب وقت، عمليه جراحيه كبيره، ولكن بالرغم ان هذه الشخصيه الزملكاويه القياديه في قناه الجريء تي في كانت في غرفه العمليات الا قلبها مع الزمالك ودعوتها مع الزمالك وارسلت التهنئه لينا، ف مش هقول الاسم الشخص يبقى يحكي بنفسه، ولكن نقول هذا الفوز للزمالك وتعادل الزمالك مع طلائع الجيش هديه للقلوب الزملكاويه المخلصه اللي بتحب الزمالك حتى في غرفه العمليات، حتى وهم في غرفه العمليات، ان شاء الله بالشفاء العاجل للقياده الكبيره في قناه الجريء تي في اللي مش ممكن ابدا نستغنى عنها ابدا، بدون هذه القياده تغلق قناه الجريء تي في، وبدون حضراتكم طبعا انتوا احسن ناس في الكون، مبروك يا زملكاويه. ارجع بسرعه لاساتذتنا في الاستوديو التحليلي الكابتن حمدي. كابتن حمدي، ما رايك في اداء الزمالك اليوم؟ والله زي ما قلت لحضرتك الشوط كان مسدود، واحنا ما جبنا جول الاعصاب هدت شويه واللعيبه ارتاحت، وطبعا كانوا مطمنين الناحيه الثانيه بتوصل لهم طبعا اكيد الاخبار بتاعت ماتش الاهلي. الزمالك برضو ما عملش المستوى اللي احنا متفضلينه منه، بس عشان الشد العصبي والمباريات الصعبه النتيجه اهم حاجه دلوقتي النتيجه. طيب تتفقوا معايا ان الاهلي اتشد بعد هدف الزمالك؟ ايوه جريء صح. استاذ محمد فاضل، طبعا هي بعد جون الزمالك اعتقد اللي بلغ لعيبته ان الزمالك جاب جون ده غبي، وهو اللي تسبب ان النتيجه تطلع كده، وده في صالحنا لانهم اغبياء، لان المفروض ما يبلغش اللعيبه حاجه من دي ويسيبهم يلعبوا براحتهم، انما من مصلحتنا ان فيها ناس اغبياء هناك وكله في صالح نادي الزمالك ان شاء الله. استاذ جوده، استاذ جوده، عايز منك حاجه يا استاذ جريم. اهلا بيك يا فندم. مين الغبي اللي عندهم غير سيد عبد الحفيظ؟ ما هم كلهم مش مهم مين اللي بلغهم، انا عايز الراي الفني، هل الزمالك عمل ضغط على الاهلي؟ انا بقول لك اسمع استاذ جوده، سيد الاغبياء. لا لما بقول هم كلهم اغبياء، بس اغبى ما فيهم معروف سيد الاغبياء ابو حفيظه اغبى ما فيه. ايوه فهو يا سيد عبد الحفيظ كان عامل بيقوم بيشاور لهم على شعار الاهلي ويقول لهم العبوا يعني بشعار الاهلي، اسم الاهلي، حاجات كده يعني جميل. انا عايز منك حاجه، اتفضل. لو بكره كان بس على الصوره تحط صوره محمد بسام. يا سلام علي، لو عايز جميل خالص جامد طلع الجيش. لا ومن تحت لو سمحت تحط سيد ابو حفيظه. على فكرة نجم المباراة الأول اتفرجوا عليه، أنا كنت شايف ماتش الأهلي كله، ما كنتش ببص على الزمالك النهاردة خالص، حتى ما شفتش الجول، أنا كنت مركز مع الأهلي لأن كان عندي أمل في ربنا إنه يفقد النقاط النهاردة من الصراع نفسيا شوية.
بس سام ده كويس لان كان حد والله يرتقي ان يكون الحارس الاول لمنتخب مصر. انا بحب ابو جبل وبحب جنشي جدا يا جريم. حارس مرمى جاي جدا وكان بيتم اختياره في المنتخب القومي مع محمد جبل وكان محمد بستان. انا عارف ان الخطيب النهارده هيشتريه. هم كانوا عايزين ياخدوه لولا شوبير ده خايف على ابنه لما كانوا بيفاوضوه من حوالي سنه وقال حارس كبير وحارس عظيم. ممكن سؤال للاخوه الافاضل اللي معانا في الاستوديو. اتفضل. الاهلي ممكن يعمل ايه في الثلاث مباريات اللي جايين بعد ما الثلاث الاربع مباريات اربع نقاط يتعادل ولا يتغلب؟ هو هل يعني فقد الامل في الدوري؟ انا فكرك دلوقتي الزمالك هيلعب ماتشات احسن من اللي بيلعبها دلوقتي الماتشات اللي جايه. بس مع تاليف كارتيرون يعني يا ريت حتى الاخوه معانا في التكست يقولوا لي ايه رايهم في تاليف كارتيرون في التشكيل. يعني انا بقلق من كارتيرون اكتر ما بقلق من منافسيه. بص لو سمحت يا جريد الماتشات كل ثلاث ايام لازم يعمل كده ولا هيخسر الفرقه بحاله. وبعدين طالما عنده الفرقه كلها زي بعضيها يعني اللي نزل ما فرقش كتير عن اللي طلع يعني كلهم في مستوى واحد يعني لازم يريحهم. الفكره ثلاث ايام يا جريد ما تتمرنوش الا تمرينه واحده. هو صحيح الكلام هو صحيح مش تمرينه ده استشفاء. ما انا بقول يعني مش تمرينه بدني ما بيلحقوش حد. بيدخلوا جيمنيزيوم وبكوا عضلات وخلاص. طيب يبقى ما يقدرش يضحي باللعيبه بقى وبعد كده مش هيلاقي حد يلعب. يعني كله زي بعضه التشكيل كان مقنع حتى بيناموا اما في الطائره او في الاتوبيس ما بيناموش في 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 بيوتهم حتى. ولو ما عملش كده يبقى غلطان. وبعدين انت طالما عندك شيكا لازم تدور اللعيبه كلها لازم تدور. وبعدين انت لو حطيت شيكا واوباما ما الاثنين زي بعض حطيت ده زي ده اسلام جابر زي عاشور يعني لو هو عارف لما هينزل واحد ويغير واحد من دول هيأدي نفس الموضوع فليه يجازف ويخسره يعني؟ طب خليكم معايا برحبكم بكل اخوه انضموا لينا مؤخرا في تهنئه جميله جايه لنا من تونس. تونس الخضراء بلد الرجال. نسمع التهنئه اللي جايه لنا من تونس ونكمل مع بعض. طبعا انتوا عارفين مين من تونس بيعني طبعا استاذ السلوسي. اهلا يا استاذ جلال. احب متابعي قناه الجريد تي في السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبروك اليوم فوز نادي الزمالك المستحق ومباراة كانت مشدودة نوعا ما وهذا أمر طبيعي لأن نتيجة المباراة هي المهمة لا يهم الأداء. المهم هو ثلاث نقاط يعني مباراة ممتازة وممتازة جدا. وشخصيا تابعت يعني مباراة الزمالك وفي نفس الوقت مباراة الأهلي. يعني الأهلي اليوم منح من هزيمة يعني حارس المرمى أنقذ حارس الأهلي أنقذ ما لا يقل عن ثلاثة أو أربع أهداف محققة. يعني كان نادي الأهلي يستحق اليوم الخسارة. يعني فريق وادي دجلة كان يلعب يعني على الهجمات المرتدة والمعاكسة وكان خطير وخطير جدا. يعني نادي الأهلي المصري منع من هزيمة يعني كانت تكون ثقيلة. يعني هناك لعب الحظ مع نادي الأهلي. مبروك الانتصار وفارق بأربع نقاط فوق فارق مريح. إن شاء الله يعني تكون بطولة الدوري من نصيب نادي الزمالك وسيكون يعني فريق من المفضل. يعني نادي الزمالك يلعب بأريحية ليس هناك ضغوط نفسية. هناك فارق بأربع نقاط يستطيع يعني اللعب يعني مرتاح عكس الفريق المنافس. يعني الأهلي سيكون مضغوط ومضغوط جدا يجري وراء النتيجة. نتمنى يعني من الحكام أن يكونوا نزهاء ولا يعني تكون هدايا من ضربات جزاء لصراحة فريق الكواليس. ليلة سعيدة للجميع ولأعز قناة وخاصة للصديق العزيز الجريء تي في. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأستاذنا الكبير الأستاذ الكابتن المحترم الأستاذ جلال المسلوسي. يعني
مش عارف واحد يقول عليك ايه والله، من اروع واجمل وانبل الزملكاويه من الدول العربيه، وشخص جميل، وان شاء الله بنحبك من قلبنا برشا برشا. بنحبك ومبروك للزملكاويه في تونس. بشكر كل الاخوه الموجودين معانا على التكست. جنة الخلد، محمود ابو اليزيد، الف مبروك طبعا كل واحد، بقول له الف الف مليون مليار مبروك، اي حد بقول اسمه بقول له الف الف مليون مليار مبروك، لان فرحتي بفرحه الزملكاوي. استاذ حسام عز الدين، استاذ ابراهيم مناجي، استاذ ابراهيم بسيوني، استاذ ابو خليل، استاذ جلال طبعا، استاذ محمود ابو اليزيد، محمد جاسم، استاذ فادي، استاذ حسام، استاذ عزيز، استاذ ميدو، ابراهيم عشماوي، ابراهيم منادي، استاذ منى بدر، استاذ طلعت، اكيد كلامك مظبوط، استاذ محمود الشرقاوي، استاذ عبد الرحمن دوحة من المملكه العربيه السعوديه، سليماي، ابراهيم السادات، السويس فرحانه طبعا، حنان ابراهيم، استاذ ازيس، ده وش حضرتك اللي حلو، ماما نجات، فرحه التعادل الاهلي، استاذ احمد ناصر صديق المحترم، اجدع زملكاوي، استاذ محمد محمود معانا من بدري وداعم كبير، دكتور سامح رضوان ما شاء الله دكتور منور ومشرف، اخويا احمد بك عبد الحميد رجل المواقف الصعبه، استاذ حسام، استاذ محمد جاسم، استاذ احمد مهدي، استاذ حسام عز الدين، استاذ حنان عواد، دعوتك ملت الارض والسماء، استاذ زين الف مبروك، استاذ محمد عوده او مين؟ ماما عوده اهلا اهلا وسهلا، مرتضى منصور انا جيت يا ولد اهلا وسهلا، الاخوه اللي معايا عبر زوم بعد 10 دقائق ممكن يقفل الزوم، برحب بيكم وبشرف. السؤال لاساتذتنا الكبار، تفتكروا المصري هيفوت ولا مش هيفوت؟ نسمع الكابتن حمدي شرف وباقي الاساتذه. انا السؤال ده كان في دماغي دلوقتي بس كان بطريقه ثانيه مختلفه. هل الزمالك هيحتفل في ماتش المصري مع الاهلي والزمالك مع سيراميكا بالتتويج بالدوري؟ اعتقد ان الزمالك ممكن يحتفل بالتتويج بالدوري الماتش الجاي ان شاء الله. استاذ محمد فاضل، والله انا زي ما قلت وبقول دايما خليهم يعملوا اللي يعملوه واحنا نكسب، المهم ان احنا نلعب كرجاله ونكسب المباراه وهم يعملوا اللي يعملوه، حكم بتفويت زي ما هم عايزين. لا انا يعني انا شايف ان المصري كان لو لسه في موضوع نقطتين وتساوي النقاط ممكن يعني علي بقى اكيد هيفوت، انما دلوقتي هو شايف ان الاهلي خلاص بيروح واسم المصري والحاجات دي ممكن ما يفوتش، ده سؤالي. مع وقوع الاهلي ممكن ما يفوتش ولا هيفوت؟ يفوت. سؤالي على المصري وعلى علي ماهر بالذات. انا اقول لحضرتك حاجه، طالما النهارده ابراهيم نور الدين ما قدرش يكسبهم يبقى يمكن دي تدي دفعه للمصري ان الدوري راح من الاهلي خلاص، فيلعبوا على راحتهم فممكن يلعبوا ويكسبوا وما يفوتوش المباراه. ما اعتقدش لعيبه المصري هيفوتوا المباراه. ما اعرفش انا بقى علي ماهر، لان انا سمعت ان علي ماهر خدوه عشان يتفقوا معاه عشان يبقى مدرب عام عندهم حاجات من دي. ما اعرفش، جدد عقده مع المصري. يبقى خلاص يبقى هيلعب، ما افتكرش، وانا ما افتكرش لان انا فاكر ان علي ماهر محترم يعني. اعتقد انه غير الباقيين يعني، بس الواحد ما بيضمنهمش بصراحه. صحيح. استاذ جودة. للاسف يعني. استاذ جودة. انا رايي انه لو المسؤولين في النادي المصري او لاعبين النادي المصري هيسمعوا كلام مدربهم الافضل انه حتى لو فكرنا ان مدربهم هيفوت يعني وهيلمح باي طريقه افضلهم بلاش يلعبوا الكوره، لانه طبعا احنا عارفين تاريخ العداء بين الاهلي والمصري، فلا اعتقد انه هذا الشيء موجود ولا اعتقد انه حتى علي ماهر ممكن يفكر في الموضوع ده. وباي حال من الاحوال احنا علينا نركز في الماتش بتاعنا، نفوز ونسيب الهدايا تيجينا من بره خالص، وان شاء الله في الماتش اللي جاي يوم الجمعه هنحتفل بالبطوله باذن الله مبكرا. ان شاء الله ان شاء الله الماتش يكسب وتخلص البطوله ان شاء الله. بسال اساتذتنا في التحليل برضو وبسال كل الاخوه على التكست. استاذ جلال لو عايز يدخل معانا عبر التليفون نحاول ندخل معانا الاستاذ جلال كمان. بسال حضراتكم عن نصيحتكم ايه لفريق الزمالك والجهاز الفني، ونحاول نجيب الاستاذ جلال معانا على التليفون.
نبدا بكابتن حمدي، نصيحتك ايه لفريق الزمالك والجهاز الفني؟ نصيحتك ايه لفريق الزمالك والجهاز الفني في الماتشات اللي جايه؟ طب خليكم معانا، معانا الاستاذ جلال المسلوسي من تونس، مبروك يا بطل. اهلا مبروك لكل العائله الزمالكاويه. الكابتن حمدي لحظه واحده، معانا الكابتن جلال المسلوسي من تونس ناخده عبر الهاتف. مبروك استاذنا الكبير استاذ جلال المسلوسي. مبروك لكل عائله الجريء تي في وكل العائله الزمالكاويه في مصر وفي الوطن العربي، ونتمنى باذن الله تعالى وان حققنا الدوري بنسبه اقل شيء 70 او 80%. كنت بتفرج ليه على ماتش الاهلي النهارده؟ يعني اعصابي يعني من كنت مشدود يعني عصبيا يعني اتابع المباراه الزمالك واتابعها في نفس الوقت على الالف مباراه الاهلي، وصدقني يعني الاهلي المصري منع من هزيمه ثقيله وثقيله جدا. كلام مظبوط يعني. حارس صلاح الجيش بسام محمد بسام حارس ممتاز ممتاز، ادى يعني مباراه ممتازه وممتازه جدا. نتمنى يعني الروح الرياضيه في باقي المباريات يعني، ويعني الجماهير العربيه الان ستشاهد يعني وان هناك فريق معين كان بالكواليس وبالحكام، الان اصبح هناك فار في مصر. يعني شوفوا نادي الزمالك الان يعني حقوقه يعني رغم كل ما فعلوه لتحكيم نادي الزمالك، الزمالك دائما موجود على الساحه العربيه والافريقيه وسيكون باذن الله البارد في الموسم القادم امام كل الفرق الافريقيه. ان شاء الله ان شاء الله. كان في بعض الاخوه على التكست بيسالوا حضرتك هو حمزه يقرب لك؟ لا لا ابدا، هو لاعب ممتاز لكن لم يتاقلم بنسبه كبيره الى حتى الان مع نادي الزمالك، سيتاقلم ربما برضه، هو لاعب دولي لم يقدم مردود المعتاد، سيتحسن في الموسم القادم لان الانسجام هو مطلوب ومطلوب جدا. والان بدا ينسجم هو لاعب كبير لكن في اول يعني مشاركته لم ينسجم، يعني لما اللاعب لا ينسجم مع الفريق او تكون هناك بعض المشاكل لا يقدم مردود على الميدان. لكن المباراه الاخيره خاصه اخر مباراه الزمالك كان رائعا، مباراه الاسماعيلي كان رائعا. كان رائعا وقدم مردود ممتاز، وخاصه يعني حتى النقاد اكبر النقاد اشادوا بمستواه. وواضح كمان على مستوى الاخلاق انه لاعب ذو اخلاق عاليه. لا هو لاعب خلوق وخلوق جدا و يعني لاعب ممتاز ممتاز، والسنه المقبله باذن الله سيقدم مردود احسن لانه انسجم الان مع الفريق ان شاء الله. استاذ جلال بنستغل الفرصه ان انت معانا، هذا اللاعب الذي هرب من الزمالك اللي انا مش عايز اقول اسمه وانضم للترجي التونسي وثم فسخ عقده مع الترجي وهناك محاولات لعودته للزمالك، الكلام ده حقيقي ولا يا في شويه؟ هو الكلام يعني الترجي الان استخدم اللاعب السابق، لاعب الترجي السابق مدرب لتدريب الفريق، عنده خبره اوروبيه، في كان في فريق بولتون الانجليزي لمده 10 سنوات يدرب وتحصل على كؤوس في فريق بولتون، عاد بطريقه يعني اوروبيه، اخذ في خربله الفريق وقال ان حمدي نجاز ليس له مكان في الترجي الرياضي. ممتاز. يعني هو خارج يعني خارج الفريق، لا يصلح للفريق، يعني فريق الان بعقليه اوروبيه يتدرب يعني الساعه الخامسه صباحا ثلاث مرات يعني في اليوم بعقليه اوروبيه جديده حتى على الدوري التونسي، وحتى يعني بالنسبه لحمدي النجاز قال المدرب حرفيا انه ليس في مستوى الرجي ولا في مستوى رابطه الابطال. فيك احاول ان هو يروح الزمالك ولا دي اشاعات؟ يعني هو هناك هو مرفوض من نادي الزمالك من بعض الاشخاص. هناك كانت اتصالات سريه لكن مرفوض من الجماهير ومن هناك ضغط بعدم عوده حمدي النجاز الى فريق نادي الزمالك. لو سمعت يعني خبر اي فرقه ثانيه يا ريت تقول لنا عليه مباشره. هو هناك يعني بيراميدز يريد انتداب هذا اللاعب، يروح اي فرقه الا الزمالك. لا الزمالك هناك يعني معارضه كبيره وكبيره جدا، هناك اناس مؤثرين في نادي الزمالك
يعني رغم فكرة انضمام عودته إلى النادي الزمالك. أي حد في الأستوديو التحليلي ما يحب يسأل سؤال الكابتن جمال مسلوسي يتفضل. أنا بمسح الكابتن مسلوسي ونقول له لحد النقاز لا يسوى ولا يرتقي لأن يكون في الزمالك أبدا، مش مستوى الزمالك. صحيح يعني ما قام به صراحة عيب كبير. يعني هو سبب المشكلة، ربما أعطيك يعني سبب مشكلة انتقال الزمالك وربحه القضية، هو عمل إنساني قام به مرتضى ابن مرتضى منصور، يعني أعطاه وثيقة بأن ابنة هذا اللاعب تدرس في المدرسة، وتلك الوثيقة الذي أمضى عليها يعني فيها التشريع يعني طبع نادي الزمالك هي التي ورطت نادي الزمالك. يعني مرتضى منصور لا يعلم بالوثيقة، ربما العديد من الزملكاوية لما مرتضى منصور يعني لكن مرتضى منصور لا يعلم. يعني أحمد مرتضى هو قام بإمضاء هذه الوثيقة، وحمد نجاز يعني كان يعني نقول ليس في مستوى المطلوب أخلاقيا ولا تربويا، يعني إنسان قدم لك يد المساعدة بوثيقة معينة أنت تذهب إلى الفيفا لتربح قضية، يعني هذه حقيقة المشكلة. ومرتضى منصور لا يعني بهذه الوثيقة، لما يقول يعني عقد سليم هو كان سليم العقد، لكن الوثيقة ورطت نادي الزمالك. الوثيقة هي السبب في تولية الزمالك. نعم يعني مرتضى منصور لن يكون مخطئ. يعني هل فعلا حمد النجاد تم قيده في القائمة الإفريقية في نادي الترجي؟ لا، هم مبدئيا المدرب يريد الاستغناء عليه ووضعه خارج القائمة. هناك يعني لاعبين قام الترجي بانتداب عديد اللاعبين، يعني لاعبين دوليين من لاعب من غانا ولاعب من نيجيريا ولاعب من كوت ديفوار، لاعب من ساك أبيجان، يعني لاعبين أعمارهم 18-20 سنة، يعني في مستوى عالي وعالي جدا، ويعني لاعب في قيمة يعني حمد النجاز يصلح درجة رياضي. هذه آخر الأخبار، ووضعوه على قائمة المغادرين، يعني لو يجد في عرض الترجي مساعد يصرح هذا اللاعب. إذا لم يسجل إفريقيا إلى آخر لحظة لم يسجل، وآخر الأخبار تقول أنه غير مرغوب فيه حتى في الدوري وليس حتى على القائمة الإفريقية. إن شاء الله ما نشوفش في الزمالك. كابتن جلال مسلوسي من تونس بشكرك، ودايما وش الخير والسعادة على الزمالك أنت وأهل تونس الغالية. مرحبا بكم والله العظيم، أحسنكم مع عائلتي الثانية، عائلتي الجريء، ناس محترمين ومحترمين جدا، أقدمكم تحية فردا وشخصا، وليلة سعيدة، ونتمنى لكم السعادة، وإن شاء الله الدوري سيكون زملكاوي. يا رب اللهم أمين. شكرا أستاذنا الكبير، شكرا 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 وليلة سعيدة، مع السلامة. أستاذنا في الأستوديو التحليلي الحمد لله السلامة كابتن حمدي. أستاذ محمد فاضل أهلا بيك، أستاذ جودة تشرفنا بعد قليل، أستاذ محمد رفعت يدخل مرة تانية، اللي عايز يدخل يشارك معنا أهلا وسهلا بيه. فرحة كبيرة زملكاوية، الفوز 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 وخسارة الأهلي نقطتين مهمين، فرحتي بخسارة الأهلي أكبر من فرحتي بفوز الزمالك. كابتن حمدي كلمة أخيرة قبل أن ننهي البث. بتمنى من ربنا ان يوفق الزمالك في الماتش الجاي، وان الدوري يخلص الماتش الجاي ان شاء الله. والاهلي كان حاطط امل كبير جدا على نادي سيراميكا، بس هو اللي خذل نفسه، وهو النهارده كويس يعني بالنسبه له النتيجه دي كويسه جدا بالنسبه له. زي ما حضرتك كنت بتقول ان في 3 4 كور اهداف محققه النادي طلائع الجيش. طبعا الزمالك يستحق البطوله، الزمالك الاقدر، الزمالك الافضل، الزمالك العناصر افضل بكتير من عناصر النادي الاهلي. الزمالك كان عنده الخبره وعنده الدافع ان هو يفوز بالبطوله. وانا شايف ان الاهلي بعد ما حقق العشره والاهلي في النادي، الاهلي طالما اللعيبه واضحه ان هي بتفوز بالتحكيم والفار والتلاعب في المباراه بتاعه الخصوم، اكيد فريق بلا هويه لا يصلح ان يلعب حتى في الدوري الممتاز. استاذ محمد فاضل نعمل له دوري لوحده يا جريم ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله ان شاء الله.
استاذ صالح الحمود السباكه، اهلا وسهلا بيك، منور ومشرف. الزمالك فاز 1-0 والاهلي تعادل بدون اهداف، مبروك يا زمالك. استاذ محمد فاضل كلمه اخيره في الليله الجميله. اقدر اقول ان حبوا يعملوا يوقعوا الزمالك، وقفوا الدوري شهر تقريبا لان الزمالك كان ساحب وفورمه، فحبوا يوقفوه يعني لان ربنا كبير، فجت مصلحه لنادي الزمالك، اتعمل اعداد كويس. النهارده انت شايف اللياقه البدنيه بتاعتهم، شايف ان احنا كسبنا حمدي المسلوشي خس ونزل عدد كبير من الكيلوات اللي كانت عنده لان كان تقيل وعنده مريان يعني. فالشهر ده جه صلاح نادي الزمالك في الوقت اللي هم كانوا عاملينه عشان يوقفوا مصير نادي الزمالك، فطبعا ما حدش عاند ربنا يعني. ففترة الشهر دي جت مصلحه كبيره جدا لنادي الزمالك، وزي ما انت شايف ان هم فريق واقع نهائي والزمالك فريق فايق يعني. ما تبصش ان انت النهارده كان ممكن تطلع كسبان 3-4 زي ما بتقولوا الشوط الاولاني، وزي ما انا شفت في الشوط الثاني وما فيش حاجه على ابو جبل تقريبا. فانت خايف من ايه؟ انت ما دام عندك لعيبه، وبعدين ايه؟ انت مغير بتاع 5 لعيبه كمان عن الماتش اللي فات، والماتش الجاي هيرجع اللي كانوا احتياطي هيرجعوا اساسي، لان انت تقريبا عندك كله نفس المستوى. استاذ احمد نصر بيقول لكم ممكن يفكروا في الغاء الدوري طالما الاهلي مش هياخده، يحاولوا يخربوا الدوري. عندك هم كانوا بيتكلموا النهارده عن النقط الاقتماع نادي الزمالك. طب دلوقتي الزمالك فارق 4 نقط، ان شاء الله الزمالك ان شاء الله يفرق 7 نقط في نهايه الدوري. ايوه 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 محمد رفعت الجميل، رفعت ابوك استاذ محمد رفعت معانا منور. الله يخليك، اهلا بيك يا استاذ محمد. قول لنا يلا بقى ايه انت يا استاذ محمد فاضل مشاعرك بفوز الزمالك وتعادل الاهلي؟ مصر عندك حزير النهارده؟ لا ليه، مصر كلها زملكاويه، 99 في الشعب المصري هيباتوا فرحانين. هم هيقولوا كده مصر عندك حزير النهارده؟ لا مين قال لك؟ الاحتفالات في كل حته. عايزين النهارده غرفه نصيبه، مش لناش دعوه بيه. في داهيه في داهيه. انا والله انا كنت مقلق من غير نور الدين بس. وما قدرش يعمل حاجه. ابراهيم عمر الدين. لا حاول معاهم بكل الطرق. النهارده انا ظلمت الصباح يا جريء، وقلت ممكن يتعمد ان هو يدي انذارات لعيبه الزمالك اللي عندها انذارين عشان ما تلعبش ماتش سيراميكا، لكن الحمد لله ما اداش ولا لعيب من الزمالك النهارده انذارات. ما هو اللعيبه برضو عندهم توصيات، خلي بالك. انا كنت عايز اسال، هل خدنا انذارات في الشوط الاول ولا حاجه؟ لا لا مفيش حاجه، مفيش حاجه الحمد لله. طب كويس، دي اهم حاجه يعني، نكملوا على الاقل الماتش الجاي كاملين. وبعدين انت ما تنساش ان احنا تقريبا الثلاث ماتشات الاخرانيين بنلعب ناقصين دايما يعني، في ناس موقوفه على طول، انما الحمد لله بنكسب، واخد بالك؟ يعني ما قصروش يعني. ربنا كبير. مبروك يا محمد رفعت يا وش الخير. الله يخليك يا باشا، انت الوش الخير علينا كلنا. الله يخليك. استاذ صالح الحمود بيسال عن النتيجه، الزمالك فاز 1-0 والاهلي تعادل 0-0 وفرق النقاط بقى 4. الاهلي جال عيش. الاهلي جال عيش. والله طلائع الجيش يستحق الفوز. طلائع الجيش يستحق الفوز. اصلا محترم. لا كل الفرق بصراحه. المدرب والفرقه وحارس المرمى، حتى اللاعب الاهلاوي اسمه ايه؟ عمرو جمال، اداء راقي. لا بصراحه انا كنت بتفرج عليهم. الدوري ده يا استاذ عامر دوري جمهور الزمالك، دوري الزمالكاويه. اتفضل. يمكن لعيبه طلائع الجيش اقل من لعيبه الزمالك في سموحه، انما الهدف كله ان المدرب والمسؤولين بتوع النادي هم اللي بيبقوا السبب، اللعيبه ما بتبقاش السبب. صح. المسؤولين دول للاسف ما يستحقوش يكونوا مسؤولين، والمدربين اللي بيعملوا كده ما يستحقوش يكونوا مسؤولين. بس انت تعرف ان الفرق في الصراع على الفوز والهبوط بيتم التواصل مثلا مع حارس المرمى ومحاوله رشوته، مدافع عشان نعمل ضربه جزاء، انما اللعيبه كلهم اداء راقي. يعني كلهم مش مرتشين، مش ملوك التفويض. ما هي دي النقطة، إن ما قدروش يشتروا لعيب من طلائع. أيوه.
يا استاذ محمد يا فاضل اتفضل. الاهلي فاز على سموحه 4 بالظبط، والاسبوع اللي فات سموحه فاز على طلايع الجيش 4-2 بالظبط، والنهارده الجيش بيوقف النادي الاهلي ويتعادل معاه. انت لو بصيت للدايره ديت هتلاقي ان افضلهم، مع ان سموحه، مع ان طلائع الجيش غلب من سموحه، هتلاقي ان افضلهم هو الجيش، لان ما حدش مع انه غلب من سموحه، لان سموحه اول في الدوري ما يقدروش يشتروه. على فكره بس عشان احنا تقييمنا للدوري، الدوري شورلم بورلم، مفيش فرقه ليها مستوى، لكن عايزين نقيم الاخلاق دايما، الاخلاق ان فرقه باخلاق. يا جري انا نفسي جدول يوضع من اول الموسم ببدايه ونهايه، يا سنه 3021 ان شاء الله، التجمعات بتاعت المنتخب. انسى الكلام ده في مصر، افريقيا يا كابتن حمدي، انسى الكلام ده في مصر، اتحاد محترم بعد 100 سنه. المهم عايز اشكر الاول، اشكر اخويا المحترم استاذ جودة عودة على ادائه الراقي في المباراه، سواء في الوصف التفصيلي او في التحليل. شكرا اخونا المحترم استاذ جودة عودة، المذيع الدولي بتاعنا طبعا العالمي يا استاذ جودة عودة. يا استاذ كابتن حمدي اتفضل. احب اقول لك حاجه، هنا في كل دول اوروبا من اول يوم قبل الدوري ما يبدا في اي دوله التذاكر متباعه بالتواريخ، بكل حاجه، بيبقى دفتر بيتاخد المشجع ياخد دفتر لكل مباريات الموسم متحدده فيه مواعيد المباريات والكرسي بتاعه اللي هيقعد عليه، محدش يقدر يقعد عليه غيره للموسم بحاله. دي اتحاد قوات او اتحاد قوات محترم ده، يبقى مش بحاله، مش محتاج يغير جدول، مش محتاج يغير جدول يا باشا. مفيش تذاكر عندنا كل اسبوع بيتغير الجدول. ايوه مفيش تذاكر بتتباع في السوق، او مش تأجيلات في اوروبا هنا، ما عندهمش تأجيلات زي هنا. احنا عندنا الاسبوع اللي فات دوت يا استاذ محمد اتغير الجدول، يعني عندك الاسبوعين الاخرانيين اتحاد الكوره لسه حاطط المواعيد بتاعتهم امبارح. يا راجل ده المتخلف اللي اسمه ايه ده، وابن مجاهد ده واخد بالك جاي يغير الجونه، بدل ما تلعب الخميس تلعب السبت عشان يلعبوا تعبانين قدام الاهلي، يعني عايزه قذاره اكتر من كده. يعني مجاهد سيد عبد الحفيظ امره ان يكلم الجونه عشان يلعبوا في اسكندريه، لان الاهلي هيلعب المصري في اسكندريه، وقلنا هيلعب سموحه في اسكندريه، ورفض يلعب الماتش في اسكندريه. خلينا بقى في نهايه البث عشان الاخوه تعبوا مننا. مجاهد بيجاهد في سبيل الاهلي، بنقول له شكرا، بنقول له كل ما بيظلموا الزمالك بيفوز. بقى اشكر حضراتكم في الاستوديو التحليلي الكابتن حمدي شرف، شكرا جزيل الشكر، وان شاء الله بكره كلنا هنسعد بالفيديو بتاعك. تحياتي لحضرتك اخويا الجري، وتحياتي لكل اخواتي في الاستوديو. شكرا كابتن حمدي شرف. استاذ محمد، انا بكره كابتن حمدي، استاذ محمد فاضل من اليونان، اشكرك جزيل الشكر والف مبروك وتحياتنا. انا الف شكر، وان شاء الله يوم الجمعه نبارك لك بالدوري. الله يخليك، عجبك نهايه الدوري، محتاج في الدوري بقى يكون فيديو بقى ان شاء الله. استاذ محمد رفعت الغالي، اشكرك جزيل الشكر. صوت وصوره يا جدع، بس عظيم. ان شاء الله الف مبروك، نشوف بعضينا كلنا بقى ان شاء الله. اشتهر الف خير، الف شكر لحضراتكم عبر برنامجكم. الف خير، شكرا. السلام عليكم. مع الف سلام. كمان بشكر حضراتكم اللي موجودين معانا في بكل الحب طول الماتش. مبروك، الفرحه كبيره، اولا بالاخلاق الرياضيه لفريق طلائع الجيش ومدربه مسيوني وحارس المرمى محمد بسام واللاعب عمرو جمال وكل الفريق المحترم اللي ما بيفوتش. اليوم رسخوا الاخلاق الرياضيه، بنقول لهم الف مبروك طلائع الجيش. فرحتي بطلائع الجيش اكتر من فرحتي بفوز الزمالك، لان اثبتوا ان في فرق محترمه في الدوري المصري، فبنشكرهم جزيل الشكر. بشكر كمان فريق الزمالك، بشكر جمهور الزمالك العظيم اللي هو سبب الخير والفرحه لنادي الزمالك. استاذ احمد ناصر اشكرك ومبروك، وتصبح على خير. سنبل تصبح على خير. اخويا الديب الحمد لله على السلامه يا بطل، وتصبح على خير. استاذ عبد الهادي مصطفى، الاستاذ عزيز وش السعد والخير والهنا.
عايز ارجع لورا شويه او معلش لو الاسماء نسيت حد. استاذ رجب عبد المنعم مبروك، الف مبروك يا غالي. استاذ وفاء منوره ست الكل، الف مبروك. استاذ حنان عوض ربنا يبارك لك يا رب ويديك الخير كله وحبك الكبير للزمالك وقناه الجريء، ربنا يحفظك يا رب. استاذ حمد ابراهيم تصبح على خير يا غالي والف مبروك، وليله بيضه وليله سعيده. استاذ ساره وعزب مبروك يا ست الكل. دكتور سامح رضوان اخويا الغالي والبطل الجميل مبروك يا بطل. استاذ ايمن حجازي مبروك 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 مليار مبروك. مان ايجيبت حبيبنا وكبرنا الف مبروك، الف مبروك يا بطل، الف مبروك يا اجمل زملكاوي في المنوفيه. ابراهيم محمد بسيوني الف مبروك. استاذ كمال مبروك يا نجم النجوم. السادات مبروك والآل السويس. استاذ رمضان من فنلندا الف مبروك يا بطل الابطال، منور ومشرف. استاذ احمد ناصر تصبح على خير يا صديق الجميل. استاذ سنبل وليد وليد تصبح على خير يا غالي. استاذ حنان تسلمي يا رب من كل شر. ياسر العلاقي الف مبروك بقلوبك الجميله دي، اكيد قلبك ابيض. استاذ بهجت اخويا الغالي مبروك مبروك مليار مبروك. ازهري بك مبروك يا نجم النجوم. استاذ انطون تصبح على خير والف مبروك. استاذ حنان ابراهيم تصبح على خير والف مبروك. محمد محمود الف مبروك، الف الف مليون مبروك. استاذ احمد درويش مبروك ومبروك وربنا يسعد ايامك. اخويا السادات سيبك منهم هم جات لهم النهارده سد الحنك. استاذ عزيز ليله ليله اما ليله يا سلام ولسه هتكمل فرحتنا. استاذ شريف مبروك يا بطل. استاذ وفاء مبروك ست الكل. نوجا توني ست الكل الف مبروك. ابراهيم بسيوني الف مبروك. وليد الف مبروك. صالح الحمود نورت ومشرفت الف مبروك لطلاء الجيش، وشك حلو يا ساره. استاذ نوال خليل الف مبروك. ان شاء الله قناه الجريء تعمل لكم فقط حلوه الايام الجايه، انتظرونا ان شاء الله نعلن بعض الاسرار غدا باذن الله. جنه الخلد الف مبروك. كل المحبه لحضراتكم وكل السعاده ان حضراتكم هتسعدوا اليوم. استاذ راشد مبروك 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 مبروك. كان معكم اليوم المستشار مرتضى منصور كان بيتابع مع قناه الجريء وبيقول لكم الف مبروك. استاذ احمد درويش مبروك مبروك. مان ايجيبت مبروك. نسيت اقول لكم خبر حلو بس اقول لكم بكره ان شاء الله. يا ريت مان ايجيبت تفكرني في خبر حلو بس من اغلبيه الاخوه خرجوا، نقوله مع بعض بكره ان شاء الله. الف مبروك. كل الاخبار الحلوه هتكون لاعضاء جروب قناه الجريء تي في. استاذ بهجه الفراج وابراهيم السادات وجنه الخلد و باولوس عزت الف مبروك. ان شاء الله كل الاخبار حلوه بس كمان اغلبيه الاخوه خرجوا، ناجلها لبكره. كل الاخبار حلوه ان شاء الله. مبروك يا ابطال. مستر لطفي مبروك. استاذ حنان مبروك. مان ايجيبت مبروك. تصبحوا على خير يا اجمل ناس في الكون. زملكاوية العصر نجوم الرياضه في مصر بحبكم من قلبي وبتمنى دايما تكونوا سعداء. تصبحوا على خير يا غاليين. استاذ رجب عبد المنعم شرف لينا وجودك يا غالي. استاذ محمد رفعت ابراهيم بسيوني نورت يا رجاله. تصبح على خير. في البداية لكل من يسألوني ازاي يشتركوا في القناة وازاي يفعلوا الجرس وازاي يتواصلوا معي على الفيسبوك، اولا انت لما تروح للصفحة الرئيسية للقناة قناة الجريء تي في هتلاقي هنا اشترك في الصفحة الرئيسية، اشترك دوس الجرس تختار اول واحدة فكده انت بتبقى اشتركت في القناة واول ما بنعمل فيديو بيجي لك. طيب ازاي تتواصل معي؟ عندك هنا عند الصورة الرئيسية في كلمة فيسبوك لو دوست عليها هتوديك لصفحتنا مباشرة للفيسبوك، أو العلامة بتاع تويتر دوست عليها توديك في تويتر، لينكدين عايز تبعت لي إيميل من هنا تدوس تبعت إيميل مباشرة، عايز تتكلم معايا على مسنجر بتاع الفيسبوك بتدوس على آخر واحدة هذه العلامة. نرجع نقول تاني، عايز تروح صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي فوق عند القلم صفحتنا في الفيسبوك تدوس توديك الصفحة مباشرة، تويتر تدوس تروح الصفحة، لينكدين تبعت ايميل،
او تتواصل معي على مسنجر تكتب على طول الموضوع سهل. من الممكن مثلا ان انت تكون بتشاهد فيديو للجريء تي في زي ده، وانت تشاهد هذا الفيديو مثلا عايز تشترك في القناة، فبتعمل ايه؟ بتدوس على الاحمر، طول ما هي حمراء كده تبقى انت مش مشترك في القناة، فبتدوس على الاحمر وتدوس على الجرس تختار الاول، تدوس على الجرس تختار الاول. عايز تتواصل معي على الفيسبوك تويتر، روح على العلامة او كلمة الجريء تي في، هيوديك للصفحة الرئيسية، تختار من فوق من عند القلم فيسبوك تويتر لينكدين الايميل اخر حاجة ماسنجر، تحاورني على الماسنجر. طب عايز تشوف كل الفيديوهات السابقة، تدوس على كلمة الفيديوهات تطلع كل الفيديوهات والخبطات الإعلامية اللي احنا حققناها، ولما ضربنا في الوزير، ولما ضربنا في أسرار النادي الأهلي ومخالفات النادي الأهلي، كل الحاجات اللي انفردنا بيها وحواراتنا مع النجوم وكل الموضوعات وكل الانفرادات هتلاقيها في منذ بداية القناة، وتستمتع بما حققناه من انتصارات ضد كل من هما ضد نادي الزمالك. فبالتوفيق هذا الشرح. لو انت ما فهمتش الشرح هيد الفيديو تاني وتفرج عليه عشان تعرف. عايز اكرر، من هنا فوق عند الصورة الرئيسية تدوس تروح صفحة الفيسبوك، هنا تويتر، هنا لينكدين، هنا تبعت ايميل، هنا ماسنجر.